لنقاش الملف التونسي ينضم إلينا من باريس الباحث في القانون الدولي إسماعيل خلف الله. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، تحية لكم والمشاهدين الكرام. كيف تقرؤون تطورات المشهد التونسي حاليا، وهل يمكن القول بأن هناك ثورة جديدة بنفس المعطيات والأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة 2010؟ من الواضح أن هذه الاحتجاجات جاءت نتيجة أوضاع اجتماعية متردية وأوضاع اقتصادية مزرية ونتيجة انهيار الدولار وانخفاض القدرة الشرائية، ويعني القدرة الشرائية الآن بلغت أو انخفاضها بلغ من ما بين 40 إلى 75%، هذا يعني نسبة كبيرة، وعجز تجاري كذلك. فنسبة البطالة، كل هذه المشاكل مجتمعة شكلت نتيجة حتمية لهذه الاحتجاجات. طبيعة الحال أنها تقريبا هي نفس الصورة التي كانت في ثورة 2011. هنا إذا كان نقول أن هناك خطر يهدد هذه الثورة وما أنتجته هذه الثورة من ديمقراطية وبناء دولة القانون، فالتجاهل الحكومة بهذه المشاكل ففي اعتقادي أنه سيزيد احتقان الوضع أكثر، وأن التجربة التونسية على المحك، وأن الشارع التونسي لا يستطيع أن يصبر فوق هذا الحد الذي الآن شهدنا هذه الحادثة التي أدت إلى وفاة هذا الصحفي عن طريق الحرق. هناك من يقول أنه هو من أشعل أضرم النار في نفسه، وهناك من يقول من هناك من أطراف أخرى أشعلت. بالحديث عن إشعال النار، دائما هذه الحركات الاحتجاجية تبدأ من الجنوب، من المناطق الريفية، القصرين نفسها وسيدي بوزيد التي شهدت إحراق محمد البوعزيزي. بالنهاية كيف تقيم هذا التعامل السياسي والأمني مع التظاهرات الحالية؟ يعني هذه المناطق التي اشتعلت فيها الثورة، بداية الثورة في 2011، هي نفسها اليوم، وهذه المناطق يعني تعيش في حالة عزلة تنموية واضحة، وأنها هي مناطق مهمشة وأغلبية شبابها عاطل عن العمل، فبالتالي فهذه أسباب جعلت هذا الاحتقان وهذه الاحتجاجات الوضع يعني يزداد سوءا، يعني حسب ما قامت به هذه المنظمات. معظم المنظمات اليوم لاحظناها وأصدرت بيانات، من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، من بينها الاتحاد الطلبة التونسيين، ومن بينها أيضا اتحاد المحامين الشباب التونسيين. كذلك كل هذه التيارات النقابية يعني توحدت واشتركت على أن الوضع وضع مزري، وأن الحكومة يجب أن تستجيب لهذه المطالب وتحسين هذه الأوضاع. للأسف الشديد هناك رد فعل غير يعني سليم من طرف الحكومة باستعمال يعني هذه القوة. ونلاحظ كذلك هناك دعوة من حركة النهضة المتأسف هذا الموقف الذي جاءت به، يعني هناك أحد أو رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة حسب ما تم نشره على أنه يقول أن يدعو الحكومة لمواجهة هذه الاحتجاجات بالقوة. هذا إذا كان يعني أهم نتائج الثورة التونسية هي حرية التعبير وحرية التظاهر، كيف يعني نلاحظ أن يعني عضو بارز في حركة النهضة يقول هذا الأمر؟ يعني هناك ربما هذا يقودنا، الحديث عن حركة النهضة يقودنا، من المسؤول عن هذه الحركات الاحتجاجية والأسباب التي أدت إلى اندلاعها؟ إلى أي مدى تظن أن الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية هذه الأوضاع؟ أنا لا أعتقد أن دائما هذه نظرية المؤامرة. نحن
يعني مجتمعنا العربي ككل، يعني المسؤول العربي دائما يلجأ لنظرية المؤامرة وأن الدولة في خطر، وأن إذا أردت أن تغلق هذه الأبواب تفتح مشاكل الناس. يعني أنتم تشاركون في الحكومة، هذه حركة النهضة تشارك في الحكومة، لها وزراء ولها برامج ولها، يعني هل أنها تشارك في الحكومة وتطرح هذا السؤال؟ يعني الأمر يستدعي الغرابة، يعني أن تحملوا مسؤولية، تحملتم هذه المسؤولية فيجب أن تتحملوا تبعات هذه. فهذا الشباب الذي صار اليوم يريد شغل، يريد تحسين وضعية، يريد حياة كريمة، لا يريد أكثر من هذا. فالقضية أن نظرية المؤامرة دائما حاضرة للأسف الشديد في ذهن المسؤول العربي مباشرة، يلجأ إلى أن هناك أيادي خارجية وهناك من يحرك هذا الشارع. هذا الشارع من الواضح أنه تتركب، هناك من يركب هذه الموجة، ومن الطبيعي أنه من يستغل هذه الثورات أو هذه الاحتجاجات الشبانية في طبيعة الحال. ولكن لغلق الأبواب أمام هذه الثغرات يجب أن تحل وتسمع لهذه النقابات ولهذه الفئات الشبانية، وتعطى لهم حلول واقعية وحلول مجددة. نعود على المستوى السياسي، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت. كان رئيس الحكومة يوسف شاهد قال إن علاقته مع الباجي قايد سبسي متوقفة على الدستور فحسب ولا شيء آخر. سبسي من جهته لم يستطع الحفاظ على تحالفه مع رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي. في ظل هذه التجاذبات السياسية بين الكيانات المسؤولة أو الموجودة في الحكم وبعد نحو 8 سنوات على الثورة، إلى أي مدى تدل على الحاجة إلى تصحيح المسار الذي بدأت منه هذه الثورة التونسية؟ هذا من المفروض، يعني هذا استنتاج واضح على أن الأمر لا يبشر بخير. يعني إذا كان في قمة السلطة هناك انقسامات واختلافات، لا رئيس الحكومة يعني تياره يلتقي مع رئيس الجمهورية، ولا رئيس حركة النهضة يلتقي كذلك تياره مع رئيس الجمهورية. إذا فهؤلاء من يمثلون السلطة التونسية الآن، ليس هناك انقسام وهناك تباعد في الرؤى وتباعد حتى في اللقاءات. فمن الأمر الطبيعي أن تكون هؤلاء الشباب أن تصبح الصورة أمامهم سوداء، وبالتالي فهم يعبرون عن غضبهم بهذه الاحتجاجات. فمن الطبيعي هذه النتيجة كذلك، هذا سبب واضح بأن الوضع في تونس لا يبشر بالخير، وأن السلطة منقسمة سواء من جهة الحكومة أو سواء من الأحزاب المتحالفة أو الأحزاب المشاركة في الحكومة. شكرا جزيلا لك الباحث في القانون الدولي إسماعيل خلف الله، كنت معنا عبر الهاتف من باريس.